معايا على الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد. يا كابتن مجدي، مشرف ومنور وسعيد جدا بتواجدك معايا. حبيبك يا كريم، ربنا يخليك. ومش عارف اقول لك ايه على الكلام اللي انت قلته ده، يعني بشكرك جدا، ويعني اتمنى ان انا اكون استحق يعني ده اقل من حقك، ومستني المكالمه دي من زمان عشان عايز اقول لك الكلام ده من زمان جدا كمان، مش عشان انت دلوقتي موجود كمان في المركز الثاني. لحد امبارح كنت في المركز الثاني، النهارده كمان موجود في المركز الثالث، وهو ده بدايه كلامي. انت وانت داخل كنادي جديد في الدوري الممتاز، اكيد اكيد ما بتبقاش الطموحات ان انا ابقى موجود في الاربعه الاوائل، ابقى موجود في منطقه جيده. انت من اول يوم في الدوري، من اول اسبوع في الدوري، زد دان انطباع انه داخل فريق كبير. ازاي قدرت عملت كده بمجموعه من اللاعبين في بينهم كيمستري كويسه، في بينهم كيمياء كويسه، مش شرط يكون كلهم نجوم بس الفرقه حلوه. الحمد لله. ده والله يا كريم، يعني انا تاني بشكرك جدا، وانت عارف معزتك عندي، وانت من الناس المحترمه جدا اللي انا يعني بتشرف ان انا ابقى معاك على التليفون او حتى في الاستوديو. الشرف ليا. وما كانش في فرصه الفتره اللي فاتت، لان انا انت عارف بطبعي شويه يعني مش يعني ما بظهرش كتير، ما بطلعش اتكلم كتير. الحمد لله، يعني بخلي الشغل هو اللي يتكلم عن الواحد. فضل ربنا كبير جدا على الواحد الحمد لله كريم. فكره ان انا تعبت جدا الفتره اللي فاتت، في السنين حتى اللي قبل كده، في التجارب حتى اللي قبل كده، سواء في اسوان او في فاركو. الحمد لله، يعني كانت اول تجربه ليا كمدير فني مع اسوان، وصعدت بيهم دوري ممتاز، وربنا كرمني ومشيت معاهم بشكل كويس، وجات موضوع الكورونا يعني مشيت او قدمت سالت يعني الظروف اللي كانت فيها النادي. وبعد كده تجربه فاركو برضو تاني تجربه ليا كمدير فني، الحمد لله صعدت فاركو، بالرغم ان فاركو بقاله حوالي 10 سنين بيحاول على الصعود، وعملت برضو تيم كويس جدا، وكنت ماشي بشكل كويس جدا، لدرجه ان انا ماشي من الفرقه وانا كنت سادس الدوري يعني. صحيح. الحمد لله ربنا يعني زي ما يكون بيكافئني على اللي حصل، او الطريقه اللي انا مشيت بيها من فاركو. اشتغلت مع زد في الممتاز ب برضو، مجموعه كانت صعبه جدا، مجموعه القاهره. كان الحمد لله صعدت مجموعه الصعيد، وصعدت مجموعه بحري، وصعدت مجموعه القاهره. قدرنا الحمد لله نصعد بشكل كويس جدا مع زد، والحمد لله برضو بالامكانيات الموجوده اللي انا شايفها امكانيات كويسه جدا بالنسبه لنا. نعمل تيم كويس قوي، مش الامكانيات العاليه قوي، ان الناس دي برضو افضل ما فيها ان هي شغاله بشكل نظامي او بمنظومه بمعنى اصح. صحيح. كل حاجه بتتحط في مكانها، وبيبقى في بادجت محطوط من اول السنه بنشتغل عليه. كوننا تيم من عناصر شابه ما بين خبرات عندي قليله شويه، يمكن محمد سمير ومصطفى زيكو برضو، برغم ان هو يعني لاعب موسم واحد بس الدوري الممتاز، لكن بيمتلك خبرات. علي لطفي، شادي حسين، عبد الله بكري دخل علينا، يعني كل المجموعه اللي بتكلم فيها خمس ست لعيبه هم الكبار، وبقيه اللعيبه كلهم اقل من 23 سنه. يمكن انا عندي رأفت خليل 2004، عندي ماتا مجاسا 2004، سواني 2004. الحمد لله زي ما انت بتقول، يعني الكيمياء ما بين اللعيبه الحمد لله. تعبنا قوي في فتره الاعداد ان احنا نبتدي نوصل لافضل تشكيل، ونبتدي كمان نغير ونوجد البدائل اللي ممكن تبقى موجوده. حلمنا في اول السيزون زي ما انت قلت ان البدايه ان انت كتيم صاعد، وكتيم متكون جديد، وعناصر كتير داخله على الفرقه اللي كانت مجموعه معانا السنه اللي فاتت وكملت. بيبقى الهدف بالنسبه لك ان انت تبقى بشكل مريح في الدوري يعني، في ظل الامكانيات الموجوده عندك يعني. طيب انا الحمد لله البدايه كانت موفقه، وقدرنا نكمل، وقدرنا نوصل لمكان برضو اعتقد ان هو مريح شويه بالنسبه لنا نقدر نبني عليه. لكن فكره الترتيب لحد الان هي كلها خادعه، لان الاهلي والزمالك وفكره الجدول لسه ما كملش. اعتقد في الست سبع اسابيع الاخيره هو اللي هيتحدد عليهم المراكز في الدوري يعني. طيب.